متابعي قناة جرو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ أهلاً وسهلاً بكم في تلوين شخصية كيجا من أنمي فجريونا. طبعاً ألوان فيجا سهلة جداً جداً جداً، مش رح تستغرق حتى معانا وقت نظراً للألوان الفاتحة في شخصيته. طبعاً رح أستخدم اللون البيج بداية لتلوين كافة البشرة. بسكر بياض العين بهذا الشكل مشان ما أقرب عليه، ورح أقوم بالتلوين باللون الفاتح لأنه بشرة كيجا لونها فاتحة ولونه كافة البشرة والرقبة. طبعا هذا اللون اللي أنا بدي إياه لتلوين بشرته بالضبط. رح أقوم هسا بتعليم بخط أغمق بهذا الشكل عن منطقة الذيل داخل الأذنين في هاي المنطقة. بسيطة يعني. هسا رح استخدم لون التظليل البشرة اللي هو لون برو ماركر، هو لون تظليل بشرة قريب جدا للون التظليل لبشرته. هذا اللون رح اقوم بالتظليل بهذا الشكل اسفل خصل الشعر، طبعا في اماكن اللي قمت بتعليمهن باللون البيج. تمام، هيك قمت بالتظليل. طبعا اللون رح استناه تنشف، بس ينشف بفتح. هسا رح انتقل لتلوين العيون. طبعا انا بداية حنزرق هما، رح استخدم اللون الازرق الفاتح اعلم لماع العين. رح اقوم بتلوين كافة العين بالازرق الفاتح، نفس الشيء بالعين اليسرى. تمام، رح استخدم الازرق الغامق ورح اقوم بالتغميق في الاعلى بهذا الشكل. كمان رح اجيب اللون فوق اللون الفاتح شوي تدريج. إذا حسيت إني غمقت اللون شوي بقدر أجيب المحاي وأمسح العينين بهذا الشكل عشان أجيب اللون اللي بدي إياه. تمام، هيك بكفي للون العيون. بس بدي شوي باللون الميجو بتسوية العين هيك. تمام، هسا رح أنتقل لتلوين الشعر. طبعا رح أقوم بتلوين الشعر كلون أولي باللون السكني الفاتح بهذا الشكل، بعدين رح أدخل عليه هذا اللون اللي هو لون التظليل الأزرق. بداية رح نقوم بتلوين كافة الشعر بهذا الشكل. بالتظليل في عدة مناطق فوق الظل، هذا أكيد رح أستخدم اللون الأزرق هذا.
بس راح استخدم هذا اللون. تلوين الشعر في تدخل اللون الازرق مع اللون السكني طلع معي اللون بجنن زي ما بدي بالضبط زي ما انتم شايفين هيك زي لون تظليل. هسه رح استخدم اللون الازرق هذا، رح اكون بتلوين كبته بالكامل هذا اللون. عندي آخر شيء هذا اللون الأزرق الغامق بهذا الشكل. تمام، رح أقوم بتلوين باللون السكني، ضل عنا آخر شيء بس هيك على اللبس اللي لابسها بهذا الشكل باللون السكني الخفيف. تمام، وهيك خلصنا رسم الأمور كيجا الحلو اللي أنا كثير حبيت شخصيته. رح أقوم مسك ختام طبعا أكيد بتخطيط الصورة من الخارج في قلم البيج بهذا الشكل. وصلت لنهاية الرسمة، بتمنى انها تنال اعجابكم. هاي رسمنا كينجي واخيرا والحمد لله طلع زي ما بدي بالضبط، كثير كيوت. بتمنى ان الصورة تكون كمان سهلة عليكم يا عشاق انمي فجريونا. طبعا ما تنسوا توقيعكم الفني، انا اسمي هيا، وايضا لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في قناة درو وابدع في عالم الازياء. طبعا اكيد في عالم الازياء القناة نشرت فيها 4 فيديوهات في الفترة الاخيرة، بتمنى انهم يفيدوكم كثير في تصميم الازياء. كمان ما تنسوا الاعجاب والاشتراك يا احلى 41 الف مشترك، نورتوني جميعا. اهم شيء كمان انكم تفعلوا زر الجرس، فعلوا زر الجرس عشان ياتيكم كل ما هو جديد القناه. وعسى ان نلتقي في فيديوهات اخرى اصدقائي، وسلام. ان اعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والتعليق في القناه، كل الحقوق محفوظة لدى قناة درو وأبدع.